عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. نتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير في تمام الصحه والعافيه يا رب. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم وصفه ديال الكيك المول عجيب بودر الخشخاش والكريم باتيسيير. نتمنى الوصفه ديال اليوم تنال الاستحسان ديالكم وتعجبكم، جربوها في البيوت ديالكم. وما تنساوش من طبيعه الحال الا عجبكم الفيديو الضغط على زر الاعجاب وتشاركوا معايا في القناه، ومن طبيعه الحال تبارطاجيو الفيديو مع الاهل والاصدقاء ديالكم. بقاو معايا نتعرفوا على المقادير وطريقه التحضير. كنتمنى لكم فرجه ممتعه. لهذا الكيك هذه ان شاء الله غادي نحتاجوا 3 البيضات في حراره المطبخ، غادي نحتاجوا خميره الحلويات 15 غرام، ساشي ديال السكر فاني، كاس الا ربع ديال زيت نباتيه، كاس الحليب، وكاس ديال السكر الاسمر او السكر البني. بطبيعه الحال ممكن لكم تعوضوه بالسكر سنيده. وغادي نحتاجوا الكاس او نص كاس او 3 المعالق ديال بودر الخشخاش، ومن طبيعه الحال الدقيق حسب الخليط. اول شيء غادي نديروا البيض ديالنا اللي كيكون درجه حراره المطبخ. باش تنجح معنا الوصفه ما خصناش نستعملوه من الثلاجه، هذه قاعده معتمده لتحضير جميع الكيكات. غادي نزيد عليها السكر البني او السكر الاسمر، وغادي نزيد عليه السكر فاني. بالنسبه للسكر البني يمكن لكم تستعملوا السكر سنيده العاديه، حتى هي كتجي بها مزيانه. هذا فقط كيعطينا واحد النكهه مغيره شي شويه في الكيك ديالنا، هادشي علاش. غادي نطرب مزيان داك البيض ديالي مع السكر الاسمر والسكر فاني، حتى غادي تضاعف الحجم ديالو ويولي مائل، يولي اللون ديالو فاتح. ومن بعد ما حصلنا على النتيجه اللي بغينا من بعد ما طربنا البيض ديالنا، غادي نزيدو واحد رشيشه ديال الملحه، وغادي نزيد واحد تقريبا واحد المعلقه ديال الخل اساس محنسيت ما ذكرتهاش مع المقادير في الاول. غادي نزيدهم في هذه المرحله هذه واحد رشيشه ديال الملحه، وغادي نزيد شي شويه ديال الخل قليل تقريبا ملعقه صغيره، وغادي نزيد نطربهم واحد شويه، وغادي نكمل المقادير اضافه المقادير اللي غادي تكون باقيه ليا. كيف ما كتلاحظوا القوام ديال البيض كيجي قوام كيتضاعف الحجم ديالو، كيولي اللون ديالو فاتح كيف ما سبق لي وذكرت. فهاد المرحله هذه غادي نزيد الحليب، وغادي نزيد الزيت. غاديش نضيفهم في خطره واحده، غادي نبقى نزيد شويه بشويه الحليب والزيت ديالي. ومن بعد ملي كننسجمو مزيان وكنخلطهم مزيان، غادي نبدا نضيف البودر ديال الخشخاش، كتجي هائله في الكيك. بعد ما نسجمونا العناصر ديالنا، غادي نبداو نضيفو الدقيق ديالنا، وغادي نضيف ليه خميرة الحلويات، وغادي نغربلهم. بالنسبة للدقيق فغادي نستعمل على حسب الخليط، ما نقدرش نعطيكم القياس بالضبط شحال، لأنه كاين الدقيق اللي كيشرب وكاين الدقيق اللي ما كيشربش بزاف. لهذا نقدر نعطيكم واحد القياس معين وتستعملوه، تقدر يا إما تجيكم خفيفة يا إما تجيكم ثقيلة. لهذا غادي نبقاو نضيفو الدقيق ديالنا، نغربلو كميه بكميه حتى غادي نحصلو على القوام اللي بغينا. كيف ما سبق لي وذكرت لكم في تحضير الكيكات اللي سبق، هذه قاعده معتمده في جميع الكيكات. كنبقاو نزيدو الدقيق حتى كنحصلو على عجينه ما كتكونش قاصحه وما كتكونش خفيفه. يعني ملي كنهزو الطراب ديالنا يمكن تخلي لنا واحد العلامه في العجينه ديالنا، يعني تما غادي نعرفوها باللي راها صافي، ما نحتاجو نزيدوها لا دقيق لا حتى شي حاجه. هذاك هو القوام اللي خاصها تكون عليه. هنايا باقى عندي الخليط ديالي باقي عندي سائل، غادي نزيد ليه الدقيق ديالي، غادي نزيد نغربلو. ضروري نغربلوه قبل ما نخلطو، لان كيف ما كتعرفوا الدقيق كيكونوا فيه داك الكويورات، ففاش غادي نخلطوا داك الكيك ديالنا ما غاديش تجينا منسجمه مزيان، ونقدروا فاش طيب نلقاو الدقيق ما مخلطش فيها مزيان. لهذا ضروري نغربلوا الدقيق مزيان، وحتى باش كتجينا الكيكه ديالنا خفيفه
كنستمر بالتخلاط حتى كنحصل على القوام اللي بغيت. هذا هو القوام اللي حصلت عليه من بعد ما ساليت التخلاط ديال الكيك ديالي. كيف ما كتلاحظوا ما قاصحاش وما خفيفاش، ومن بعد فاش كان هذا كتخلي لي واحد رسمه فوق من الخليط ديالي. يعني صافي غادي نعرف باللي هنايا خصني نوقف، ما غنزيدلهاش الدقيق. كنكون مجده المول ديالي بدهنه بالزبده ورشه بالدقيق، وغادي ندير الخليط ديالي، الخليط ديال الكيك. غادي ندير واحد شويه حتى غادي نلاحظ بان داك الخليط كله مشى ليا في الجناب، لان داك الجناب ديال الكيك اللي غادي يجيو في الحواشي ديالها غادي نعمرهم بالكريم باتيسير. يعني ما غاديش تجي فقط معمره من الوسط، غادي تجي محشوه حتى في الجناب ديالها غيكون الكريم. يعني الكيكه كلها كتجي ماشي الوسط بوحديتو كيكون فيه داك الكريم والجناب لا. فلهذا غادي ندير الكريم حتى في الجناب ديالها، كتجي هائله. يمكن لكم هذه الفكره هذه تطبقوها حتى في كيك عاديه، كيك مول عجيب تقدروا تطبقوها فيه. يعني بدا بدون ما تكون بودور الخشخاش. هنا كنعمر داك الجوانب مزيان، ومن بعد عاد غنكمل الخليط ديالي اللي باقي. غادي نزيد نخويه عليه من الفوق. وهذه الكيك ديالي جاهزه باش ندخلها الفران اللي غادي نكونوا موجدينو على درجه حراره اللي غادي تكون معتدله. وغادي نخرجوها من الفران وغادي ننزلوها في الاناء ديال التقديم. كيف ما كتلاحظوا كتجي خفيفه بزاف وكتجي هائله. نتمنوا انكم تجربوها وبالفعل تصدق معكم تجيكم زوينه. كيف ما كتلاحظوا كتجي خفيفه بزاف، كتجي هائله. فهاد الاثناء هذه كنكون موجده الكريم باتيسير ديالي اللي غادي نضيفها اللي غادي نعمر بها الوسط. غادي تكون باقه دافيه، يعني غنستعملها مباشره من بعد ما غادي نساليها. غادي نعمر بها الوسط ديال الكيك، والباقي غادي نحتفظ به حتى غادي يبرد، ومن بعد عاد غادي نزين بها الكيك ديالي. التزيين ديال الكيك ديالي بكريم باتيسير اللي بقات ليا على شكل وريضات كيف ما شاهدتوا. فغادي نعمر داك الوسط ديالها بمربى ديال الحب الملوك او الفريز او اللي متوفر عندكم. انا كنت متوفرة عندي الكونفيتور ديال الحب الملوك، زينته في الوسط. غادي نعمر به داك الوسط، كيجي المذاق ديالو حتى هو زوين مع الكريم باتيسير. غادي نكمل التزيين ديالي بورق النعناع كيف ما كتشاهدوا. بالنسبه للتزيين كلكم تزينوها باي طريقه اللي غادي تختاروا تفضلوا نتوما.
هذه كانت الوصفة ديالنا ديال اليوم، نتمنى تنال الاستحسان ديالكم وتعجبكم. بطبيعة الحال ما تنساوناش متعاليق زوينة ديالكم، ما تنساوش تبارطاجيو الفيديو مع الأهل والأصدقاء ديالكم، واللي مازال ما اشتركش معنا في القناة يشارك ينضم للعائلة ديالنا مرحبا به. من هذا المنبر كنوجه لكم جزيل الشكر على التفاعل ديالكم وعلى التعليقات اللي كلها طاقة وحيوية وإيجابية، اللي كتشجعني أنني نستمر ونعطي أكثر. وكيف ما كنبخلش عليكم بكاع الوصفات اللي كنعرف، الحمد لله تنتم ما كتبخلوش عليا بكلامكم الطيب وبالتعاليق ديالكم، فأي كلمة نقولها في حقكم فهي قليلة وقليلة بزاف. شكرا شكرا لكم بزاف، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، إلى الفيديو القادم إن شاء الله.